اللي يسمع خطاب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي راح يعرف إنه الوعد الصادق 3 صار في طيات الأرشيف الإيراني. نعم، البرغماتية الإيرانية تتقدم للجواب على سؤال جوهري يهز العالم: هل أنتم مستعدون لترامب بدون قيود؟ ترامب راجع للبيت الأبيض وهو متحرر من السلاسل ومعزز بأغلبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ، واللي يقتربون للهيمنة على مجلس النواب أيضاً، ليصبح الرئيس الأمريكي 47 مطلق اليد ولا أحد يعترض طريقة. عراقشي حاول ينأى ببلاده عن التورط بمخطط اغتيال ترامب، وقال هاي مسرحية رخيصة، لكن وزير خارجية إيران دعا ترامب قاتل الجنرال قاسم سليماني إلى محاولة إعادة الثقة للعلاقات بين واشنطن وطهران، وأكد أنه بلاده ما تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وهذا يخلي ملف تغيير العقيدة النووية الإيرانية فوق ملف الرد الإيراني وبنفس الأرشيف. النبرة الإيرانية الجديدة بعد فوز ترامب دفعت بالإصلاحيين للواجهة، وهنا يطلع علي لاريجاني وهو يدعو لتجنب فخ إسرائيل وأن يكون الرد بعقلانية، وركز لهنا على قصة العقلانية، وكأنه يقول أن الردود المجنونة وغير المحسوبة هي حصراً مسؤولية الفصائل المتناثرة في الساحات، ودولها هي من تتحمل العواقب بعيداً عن إيران. إيران اللي حذر مرشدها ليلة انتخاب ترامب من أي رد غير مدروس على الضربات الإسرائيلية. أما في العراق فالمنعطفات بدأت بتهنئة وانتهت باتفاق على التنسيق لإنهاء الحروب في المنطقة وتحضير للقاء قريب وعاجل. هنا أحكي على مكالمة السوداني وترامب، وركز لي هنا على المكالمة، فلم نسمع بنسخة أمريكية عن مضمونها، والحق يقال كانت مهمة وبوقتها، وكانت تجسيد عراقي لرسالة المرجعية بحصر السلاح بيد الدولة، وهذا يعني إبعاد العراق عن شبح الحرب. حديث المرجعية يناقض ما تراه الفصائل في وحدة القرار ووحدة الساحات. وزير خارجيتنا فؤاد حسين أكد أنه لولا الأمريكان لكانت إسرائيل قد شنت ضربات انتقامية على بنك أهدافها بالعراق. تصريح يخلي العراق في عين العاصفة، ومعه يتجدد السؤال عن عين الأسد ومصير الاتفاق على موعد انسحاب القوات الأمريكية. عجباً، هذا في قاموس ترامب الجديد أم يفاجئنا الما ينحزر بإعادة التموضع داخل الحدود؟ يقول قائل: ليش هو ترامب مال قبل مثل ترامب هسه؟ حياكم الله.